السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن زر اس وزر ار وصم وان. زر اس تيجي مع المفرد الغير عاقل او الاسماء التي لا تعد مثل زر اس سنو، زر اس جراس، زر اس صوت، او بنقولها في النفي زر اس بنضيف نوت الاس. وزر ار تيجي مع الجمع الغير عاقل زي زير ار ماونتينز وزير ار تريز. وصام تستخدم في الجملة المثبتة مثل زير اس سوم جراس سام جراس زير ار سام كاروتس. واني تستخدم في السؤال والنفي مثل ار زير اني كاروتس there aren't any carrots. وكده خلصت. مع السلامة.